أخبار اليوم. ودلوقتي هننتقل بقى للسؤال رقم 3، وهو سؤال المواقف اليومية. والسؤال ده فيه بعض الإرشادات وأنا بجاوب عليه لازم أخد بالي منها. أول حاجة، السؤال ده بيتكون من فقرتين A B. A و B كل فقرة منهم بتتكون من 4 جزئيات. الجزئية كل جزئية عليها درجة، فإذا السؤال ده عليه 8 درجات. كل جزئية من الجزئيات تحتها بيبقى فيه 3 إجابات. كل جزئية عليها 3 إجابات، ومفروض إن الطالب بيختار الإجابة المناسبة. السؤال ده من ضمن الأسئلة اللي هي اختيار من متعدد، لا يجوز الإجابة عليها مرتين. لو الطالب جاوب على السؤال ده مرتين بتؤخذ الإجابة الأولى وتحذف جميع الإجابات الأخرى، عشان يا أولاد ما تضيعوش وقتكم في الامتحان بإعادة إجابات أخرى. السؤال ده لا يجوز الإجابة عليه مرتين، زيه زي سؤال القواعد اللي فات اللي هو السؤال الثاني. يبقى هنا أنا بختار الإجابة المناسبة. فمثلا السؤال الأول أنا بكتب راس السؤال كده في ورقة الإجابة بترتيبها، السؤال الثالث وبكتب راس السؤال وابتدي أكتب. السؤال الأول بيقول Sie fragen einen Freund nach seinem Traumberuf. أنت بتسأل صاحبك عن المهنة اللي بيتمناها. هل بتقول له النهاردة إيه في الأيام؟ أنت بتشتغل فين؟ ولا بتقول له أنت عايز تبقى إيه؟ عايز تطلع إيه؟ لا طبعا الإجابة هي الأخيرة اللي هي عايز تبقى إيه. بعمل إيه بقى؟ بكتب 1 وانقل الإجابة. زي ما أبناء الطلبة شايفين إن إحنا مش حاطين ترقيم للإجابات، يعني مفيش A و B و C أو A و B و C، إحنا هنا حاطين شرط، فده إجباري عشان أجبرك إن أنت تنقل الإجابة في ورقة الأسئلة، لأن A و B و C كانت بتعمل لخبطة، ولد عكس، ولد كد أو بنت عكست أو كتبت إجابة مكان إجابة، هنا لازم ولادي وابناء الطلبه ينقلوا الاجابه في ورقه الاسئله في ورقه الاجابه بالترتيب، يكتب 1 ويكتب Was möchten Sie werden. 2 Ihr Freund hat morgen eine Prüfung. دايما كل موقف بيبقى فيه الكلمه المفتاح بتاعه الاجابه، فالمفتاح بتاع اجابه السؤال الاول هي كلمه تراوم بيروف. طب المفتاح بتاع اجابه السؤال الثاني كلمه بروفونج. دلوقتي السؤال الثاني في السؤال رقم 3، وهو المواقف اليومية. المواقف اليومية السؤال رقم 2 بيقول Ihr Freund hat morgen eine Prüfung. صديقك عنده بكرة امتحان. قلنا كل موقف فيه كلمة دل على الحل. أهم كلمة في الموقف ده كلمة eine Prüfung، الامتحان. أي حد عنده امتحان بنقول له ايه بقى؟ Es ist wirklich toll، ده رائع جدا او حقيقي ده رائع. Viel Erfolg، بالنجاح والتوفيق، ولا gute Reise، رحلة سعيدة. طبعا هنا الإجابة هي Viel Erfolg، بالنجاح. موقف رقم 3 في السؤال الثالث، متى ist Ihr Lieblingsfach؟ الرياضيات هي مادتك المفضلة. ده معناها ايه؟ معناها اني ايش فيند ماتش راكلش، انا بجد ان المات دي فظيعه مش كويسه، ولا ايش هاب مات جرن، ولا انا بحب المات اللي هي الرياضيات، ولا بابايا والدي مدرس رياضيات. ماين فاتر اس مات ليرا. طبعا الاجابه هي الاجابه الثانيه، ايش هاب مات جرن، دي الاجابه في السؤال الثالث. ننتقل للموقف رقم 4 في الجزئية الأولى من السؤال رقم 3 اللي هي جزئية ده رابع موقف. الموقف بيقول فريليشيس فيست. يعني إيه بقى فريليشيس فيست؟ معناها عيد سعيد. عيد سعيد دي بتتقال إمتى بقى؟ بتتقال يعني أنت بتقول إيه في الموقف ده؟ إير فرويند فايرت فاينختن، صديقك بيحتفل بالكريسماس،
ولا لما بيكون صديقك عنده هات كيبورتستاج ولا إير فريند ماخت أيني بارتي بيعمل حفلة؟ طبعا الإجابة الأولى هي صديق بيحتفل بالفاينختن بالكريسماس. ننتقل للجزء الثاني من السؤال الثالث وهي الفقرة ب من السؤال الثالث. الموقف الأولاني بيقول Ich möchte gern Arzt werden. Jemand fragt sie nach. هنا صاحبك بيقول أنا عايز أبقى طبيب. يبقى حد كان بيسألك يقول لك إيه؟ بيسألك عن إيه؟ بيسألك عن المهنة اللي بتتمناها ولا عن الهواية ولا عن موعد الطبيب؟ يعني ديم بقوف سفنش ولا ديم هوبي ولا ديم أرتستر مين؟ طبعا الإجابة الأولى هي الإجابة الصحيحة اللي هي المهنة اللي حضرتك بتتمناها. الجزئية الثانية في الجزء الثاني من السؤال الثالث بيقول أو بتقول الجزئية überall gibt es Gutes und Schlechtes. يعني في كل مكان في الدنيا في الكويس في الجيد وفي السيء. يعني فيش مكان في كل حاجة كويسة ومفيش مكان في كل حاجة سيئة. طيب امتى بنقول الكلام ده؟ احنا طبعا هنا عنوان الموقف متى تقول هذا؟ متى؟ امتى بتقول الكلام ده؟ امتى بتقول ان في كل مكان في الكويس وفي اللي مش كويس؟ لما صديقك ير فريند فيندت اليس ان دويتشلاند بيرفكت، اما صديقك بيجد ان كل حاجه في المانيا متقنه، ولا ير فريند هات داس بيرفكت جود فريشتاندن، ولا زي لانن جان دويتش؟ الاجابه هي ير فريند فيندت اليس ان دويتشلاند بيرفكت. صاحبك بيقول ان كل حاجه في المانيا متقنه. طيب الجزئيه الثالثه في السؤال ب ليبا ام كلوب. ايه معناها ليبا ام كلوب؟ يعني افضل ان احنا في الكلوب في النادي. هنا بقى شخص ما يماند فراكت بيسالك بيقول لك ايه عشان ترد عليه انت تقول له ليبا ام كلوب. يسالك يقول لك فين نتقابل ولا امتى نتقابل ولا ماذا نتقابل؟ الاجابه فين نتقابل. فانت هترد عليه تقول له ليبا ام كلوب، افضل حاجه ان بفضل ان احنا نتقابل في الكلوب. الجزئيه الرابعه استوت مي لايت، يؤسفني. يؤسفني يبقى في حاجه مش يعني زعلاني. طيب عندي ثلاث اجابات هنا. بيقول اير فريند است سوفريدن، صديقك مبسوط سعيد، ولا اير فريند براوخت كاين هيلف، صديقك مش محتاج مساعده، ولا الاجابه الثالثه اير فريند هات بروبليما، صاحبك عنده مشاكل. طبعا هنا الاجابه الصحيحه هي صاحبك عنده مشاكل. يبقى هنا الموقف يؤسفني، لا بقول الكلام ده امتى؟ لما يكون صديق عنده مشاكل كتير. وبكده يبقى انتهينا من إجابة السؤال الثالث وهندخل على السؤال الرابع.